جزاكم الله خيرا. يقول أريد أن أصلي الضحى ولكن لا أعلم كم عدد الركعات، وهل هناك دعاء لها، وهل هناك سور مخصوصة؟ أرجو توجيهي حيال هذه النافلة، جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى من السنن المؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، هو ما يسمى بالاستواء. فإذا توسطت على الرؤوس فهذا وقت نهي لا يصلى فيه حتى يدخل وقت الظهر، هذا هو وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينزل حر الشمس على وجه الأرض، وذلك في آخر الضحى. وعدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. وليس لصلاة الضحى دعاء مخصوص، وإنما هي كسائر الصلوات، وليس لها قراءة مخصوصة، وإنما هي كسائر الصلوات. الواجب فيها قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وأن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، إما سورا وإما آيات من القرآن من غير تحديد. نعم.